معي ما بعرف شو صار، يمكن انا عم اقول من الزيت، ممكن بس شفي الزيت. لا ما بدي احركها، الله يخليك. انا بس شوف شو قصتها، بس ايد الزيت. ايوه معقول يكون صديع عن زيتها. كمل كمل لشوف شو قصته. كانت تمدد على الحراره طبعا، مليانه كثير السياره بالله، بدك تروح من السياره. ما في زيت السياره والله، يا ما في زيت. لا شو ذا، شوفي ما في زيت. معقول؟ ولا نقطة زيت. ليش هيك طلع كله؟ ولا نقطة زيت معي، ولا نقطة زيت معي. شو بدي اعمل هلا انا؟ شلون ماشي عليها هي؟ معقول سيخ زيت هذا؟ ايه تمام. ها؟ ايه دائما بيكون هذا حب هذا مرة ورا. انت ليش يعني شو استبدالك وقت سيخ الزيت؟ وهي فايدتني، قالت لي انه معقول تمدد الحرارة، طلعت هيك انا بجوز اثنين كواس محطوط معه. يعني قد شو ما احترق بمد هيك سيخ الزيت؟ ما بعرف هي قناتني. ها؟ قناتني بهالشيء. ايوه انت بتعرف شو معركتي هي السيارة؟ ايوه ام 44 فقلت لي فيها. الله يعطيك العافية، ما بدي اعطيك. هذا سيخ الزيت؟ ايه هذا سيخ الزيت. هذا معقول هذا يكون المشكله متر؟ ها؟ مو معقول هذا سيخ الزيت. لا اسحبه بركي. شوف 3 كيلو متر طوله. اوف. معقوله لانه السياره طويله. بجوز حميانه حميانه؟ ايه؟ متمدد معناها. معقوله متمدد. اه؟ معقوله. بجوز ما كان طويل اول مرة. مو هذا سيخ زيت يا اخي هذا. هي زيت. مو تبع زيت. بلا زيت بس ما فيها ولا نقطة. معقول؟ مو سيخ الزيت هذا. هي الزيت تبعها بالصندوق تيجي هي السيارة. معناتها ما فيها ولا نقطة زيت. انت شيل سيارتك هيك. أول مرة هيك بشوفه بهالطول. مو معقول سيخ زيت هالطول هذا. عم يطلع من الشغل الثاني. عم يمسوها فينا. شو هي؟ عم يمسوها فينا. الله يسلم دياك. مو شو فير تاكسي حضرتها؟ فير تاكسي صح. يعني معقول يكون سيخ زيت طوله 50 متر؟ ما معقول يا اخوي سيخ زيت بهالشكل هذا. عم يمسوها فينا. عافينا محمد. هاي مديك تفضل. شكرا. تسلموا لي اياها. شكرا اهلا. يعطيك العافية. خير شو في؟ ما بعرف، زيت تبع السيارة يمكن خالص عم بيقلي ما في. عم تشدوا قنطين السيارة الثانية انتوا. شلون؟ ها؟ اي كمان؟ والله مثل ما حكيت ما في زيت. عم تشد البرادي انت، رجوع رجوع رجوع. شو قصته؟ ليش هيك برأيك؟ شو في يا اخ؟ شو في؟ خاف عليها. اهلين تحياتي. كيفها؟ يا هلا وسهلا. شو قصة؟ ما بعرف شيء سحب طويل شيء شيء. هات سيخ الزيت. يعني مو يا اخي تحياتي. روح 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 لسه معك. ايه بس واحد يقول اخ بتوقف.